جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في بعض الكتب أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة غفر له بكل مؤمن ومؤمنة، فهل هذا وارد؟ الاستغفار للنفس والمؤمنين والمؤمنات هذا أمر مشروع، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا استغفرت لنفسك ولوالديك كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فإن ذلك مشروع. أما تحديده بعدد 27 أو عدد محدد فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا على هذا التحديد، لكن الاستغفار لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات هذا أمر مشروع وأمر الله تعالى به وهو مستحب. نعم.